نواصل رصد الأخبار مع تداعيات خبر استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر. فقد أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتابع مراقبة التطورات المتعلقة بجميع منصات التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر، كما دعت الإدارة الأمريكية إلى تعزيز إجراءات الشفافية المتعلقة بهذه الوسائل. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتويتر إن الضبابية تكتنف مستقبل الشركة، وأعلن أيضا أن ماسك سيشارك موظفي تويتر لاحقا مناقشة موسعة بشأن مستقبل الشركة، نافيا وجود خطط لتسريح عاملين في الوقت الحالي. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا مجدي يزجي. هذه التفاصيل يعني لا يهتم بها السياسيون، هم الآن يخشون استخدام هذه المنصة لأهداف سياسية، ما حدة هذه المخاوف مجدي؟ نعم فيصل، حدة المخاوف مرتفعة للغاية. يكفي أن نستمع بالأمس إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عندما علقت على الأمر وقالت أن يعني ليس فقط تويتر وإنما كل منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تخضع لرقابة ما من قبل الكونغرس، وكان في حديث هنا عن المادة 230 والرقابة على المحتوى الذي ينشر هناك، وبالتالي كان في حالة يعني ما بين السطور تعبير عن حالة غضب أو حنق مكتوم في البيت الأبيض لسيطرة إيلون ماسك، هذا الملياردير ورجل الأعمال الأغنى في العالم من تجارة السيارات والسياحة الفضاء إلى مواقع التواصل الاجتماعي والسيطرة على منصة قد تكون الأقوى على المستوى السياسي، وأيضا حتى يعني تنافس بشكل كبير فيسبوك وإنستغرام على المستوى الاجتماعي، وبالتالي سيطرته على تويتر فيصل تفتح العديد من المجالات السياسية بداية القول، وأول كان المتفاعلين والمعلقين على الأمر الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب، والذي عبر يعني عن رفضه العودة إلى هذه المنصة وقال أنه سيلتزم بالمنصة الأخرى التي يعمل عليها وهي موجودة أعتقد اسمها تروث سوشيال، ولكنها لن تكون المرة الأولى التي يقول فيها الرئيس السابق أمر ويعود عنها إن عاد فعلا إلى تويتر كما يتوقع هنا الكثير من الخبراء الأمريكيين. والحديث أيضا عن مخاوف من نشر معلومات مضللة مرة أخرى جديدة تحديدا بخصوص وباء كورونا وما إلى هنالك، لأن الآن تويتر فيصل تحول إلى شركة خاصة، يعني إيلون ماسك بضربة قلم يستطيع أن يسن ما يريد من القوانين على هذه المنصة التي يلجأ إليها العديد من السياسيين، العديد من الرؤساء الدول، الرئيس الأمريكي نفسه جو بايدن يغرد بالكثير من التغريدات على تويتر ويطلق العديد من المواقف على هذه المنصة، وبالتالي علينا أن نتابع الأيام المقبلة فيصل لنرى ما سيستجد. هذا الموضوع سيكون محور للنقاش بعد قليل. إذن من واشنطن مراسلنا مجدي يزجي، شكرا لك مجدي.